في إطار جهود متواصلة لمحاربة الجريمة عبر الحدود، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط عبر عدد من ولايات الوطن مختصة في تهريب المخدرات. هذه العملية النوعية جاءت على إثر توقيف شخصين مشبوهين بحوزتهما كمية من المخدرات، ليتم على الفور تكثيف تحريات وتنشيط عنصر الاستعلامات واستعمال تقنيات التحقيق الحديثة التي أفضت إلى تحديد هوية باقي عناصر الشبكة. وبعد انتهاج خطة محكمة تم توقيف المشتبه فيهم وتفتيش منازلهم، أسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و 37 سنة، من بينهم شخصين مسبوقين قضائيا، حجز ما يقارب 12 كيلوغرام من الكيف المعالج وكيسين صغيرين من مسحوق أقراص مهلوسة، مبلغ مالي قدره 110 ألف دينار جزائري، مركبتان نفعيتان وجهاز إعلام آلي محمول وهواتف نقالة. بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة حول جناية حيازة المخدرات كيف معالج من أجل البيع والوضع للبيع، الحصول والشراء قصد البيع ونقل الشحن عن طريق العبور من طرف جماعات إجرامية منظمة، جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، جناية تبييض أموال ناتجة عن عائدات النشاط الإجرامي.